أهلا بيكم في تاني حلقة من حلقات السرعة في الأداة. المرة دي هنعمل كتلة مكسرة باستخدام أداة السبلاين. لو عايز تدعمني وتدعم الشغل اللي بعمله ما تنساش تشترك على القناة وتنشر اللينك بتاعنا في كل مكان. علشان نوصل للأداة دي محتاجين نخش على Architecture وتحت Component Model in Place، ننزل تحت شوية وندوس Mass OK، بعد كده ندوس كلوز. واللي احنا هنعمله النهاردة هو كتلة متكسرة، خلينا نسميه مثلا deconstructed وندوس اوكي. عشان نعمل الكتلة المكسرة دي هنستخدم ريفرنس. طبعا احنا ممكن نشتغل بارتجال ونعمل فورم حر يعني، لكن انا عايز استخدم ريفرنس المرة دي لانه وصلني على الرسائل. فهندوس على plane reference plane ونعمل السيرفس اللي هنستخدمها ونسميها ايه مثلا. السيرفس ده عشان اي حاجة نعملها هنا تبقى على الخط ده. وهنروح على طول على الساوث إليفيشن ونروح على انسرت وندوس امبورت ايمج، بعد كده ندوس كلوز ونختار الصورة اللي معانا ونعمل اوبن ونحطها. تمام، دلوقتي احنا هنحركها بالاسهم عشان نحاول نخليها على قد ما نقدر على الزيرو ليفل. يعني لما نيجي نرسم هنا الواجهة عايزين نحاول تكون سهلة الرسم، نعرف نتخيل ازاي لما تبقى 2D ازاي تقريبا هتبقى كده، بس مش لازم بالظبط يعني. فاحنا دلوقتي هندوس بره كده ونروح عند أداة السبلاين ثرو بوينتس. بعد ما ندوسها هندوس بيك أ بلين، بعد كده ريفرنس بلين A، ندوس اوكي. ودلوقتي انا مش عايز امشي ورا الخطوط بالظبط، انا عايز اعتمد على الليفلز ليفل 2 وليفل 1. فهدوس كده، تخيل ان الخط ده واصل من هنا لهنا، وادوس اسكيب. بعد كده هدوس الخط ده واصل من هنا لهنا، نقطه التقاء الخطوط عشان نعتبر كل دي واجهه لوحدها، فنقفل كده الخطوط دي مع بعض. تمام، وادوس اسكيب. كل مره بدوس اسكيب عشان اخلي كل فيس لوحده، كل سيرفس او جزء من الكتلة لوحده. بعد كده ادوس اسكيب وهكذا. هنا في نقطة ارتكاز هوصلها بالنهاية، هوصلها بالارض وادوس اسكيب. الجزء اللي في الاخر ده هيبقى يعني مش سهل قوي تخيل بالظبط هيبقى شكله ازاي، بس هنعملها. بعد كده نوصل النقاط دي ببعضها، اي حاجة مش متوصلة ببعضها نوصلها، ومش مشكلة لو نسينا اي حاجة، يعني موضوع تحت الكنترول يعني. بعد كده ندوس على Default 3D View، نيجي هنا نختار نقطة من النقاط اللي احنا حاسين انها مهمة او محتاجة تتحرك وندوس عليها. وبعد كده نعمل دراج للاكس اكسس ده كده. انا مش متأكد الاكس اكسس ولا لا، بس خلينا نعتبر الاخضر ده هو الاكس اكسس. تحريكنا للنقاط قدام وورا ما بيأثرش على شكلهم في الاليفيشن، فبيخلي الموضوع سهل. فاحنا بس محتاجين نخلي الشكل 3D صح بالطريقة دي. ممكن نحرك كده لورا، ده الشكل اللي احنا عارفينه، ويعني كم حركة كده تخلص لك الفورم. مش الموضوع يعني مش بيستهلك وقت كتير، خاصة لو عندك ريفرنس. تمام، هنقول ان احنا نسينا النقطة دي، مش مشكلة. حتى بعد ما عملنا التغييرات دي نعرف ندوس على spline through points ونضيف النقطة دي عادي جدا. لما نفتح 3D هنلاقيها اتضافت، مفيش مشاكل، وحتى ماشية مع 3 dimensional forming يعني. بعد ما خلصنا دول احنا عايزين مثلا دلوقتي نقفل الفورم او نخليه شكله كتلة كاملة. نقدر نعمل كده ازاي؟ ممكن نستخدم ال point element
وهنعمل بيها سبلاينز برضو مفيش مشكله. بعد ما ندوس على البوينت ايلمنت نتاكد انها درو اون فيس، وندوس على النقاط اللي في الزوايا، الزوايا دي اللي هتقفل الفورم خالص. ندوس اوكي مش مشكله، احنا عارفين ان هما نقطتين فوق بعض، ونختار هنا مثلا عشان الروف ده هيبقى مفلوق نصين، ندوس على النقطه بتاعته، وبعد كده ندوس على النقاط دي ونعمل لها دراج ونوصلها لأي ريفرنس. لو عامل ريفرنس بلين هنا توصلها له، لو بتستخدم الريفرنس ليفلز زي ما انا بعمل هتوصلها له وتقفله، او تقفله باي شكل يعني يناسبك. اها تمام. لو اختار نقطة غلط، يعني لو اختار النقطة نفسها يبقى ما عملتش نقطة تانية، يبقى انا عملت النقطة التانية في مكان غلط. غالبا عملتها هنا صح؟ لا مش مشكلة، نعمل نقطة تانية point element، دوس كده اوكي. الموضوع يعني كله free ما فيهوش اي restrictions. بعد كده ندوس على نقطة، النقطة التانية بالكنترول، واحنا دايسين كنترول طبعا كل ده، وندوس spline through points. ممكن نخلي reference line عادي مفيش مشكلة، ونفس الكلام ممكن نعمل select بالماوس ونسهل على نفسنا برضو حاجات كتير كده reference line. بس نقطتين في المرة، تلات نقط هيعمل كيرف مش هيعمل كسرة عادية، ولو طلع ال errors دي طنشها يعني مفيش مشكلة. تمام. دلوقتي عايزين نخلي الفورم سوليد، عايزين نخلي الكتلة دي شكلها يعني مش بس خطوط كده كأنه اكس راي. فهنعمل ايه؟ احنا هنعتبر كل فيس كتلة، هندوس كنترول كل فيس كده عايزين نخليه لوحده سيرفس، هندوس كنترول ونختار الخطوط التلاتة مثلا اللي بتحاوطه، وندوس كرييت فورم ونختار سيرفس، وهكذا لكل الفورم. بس عشان نشتغل خلينا نخلي ده consistent colors ونشوف اللي احنا بنعمل ايه. لو اخترت اكتر من خط بالغلط تعرف تدوس shift وتشيل خط منهم. وعشان تتوجل بين الاختيارات selections، تحول ما بين اختيار واختيار، لو مش عارف تجيب الماوس عليه ممكن تدوس tab وهو هيخليك تختار. انا عايز اختار الخط ده والخط ده، دوس كرييت. تمام. طبعا نعمل سيرفس سيرفس، مش عايزين نعمل تو سيرفيسز مع بعض مثلا بالغلط لانه مش هينفع. تمام. نقفل الفورم. وحتى الارض ممكن نعملها بالطريقة دي، الفلور اللي تحت يعني ممكن نختار السيليكشن ده، نعمل سيليكت للخطوط اللي هي عاملة الكسرات عشان يعمل لك فلور معاها بالظبط، وتدوس create form وتقول له يعمل لك فلور مفيش مشكلة خالص. تمام. حتى بعد ما نخلص كل ده لسه في flexibility، يعني النقط دي بتخليك متحكم تماما في الفورم. بعد ما تخلص الفورم كده بندوس finish، نتجنب الايرور ده. بعد كده نيجي عند wall ونخليه wall by face مثلا، لو احنا عايزين نعمل الفساد solid. لو عايزين نعمله curtain walls ده موضوع تاني هنتكلم عليه في فيديو تاني لان هو شرح مختلف، لكن لو عايزينه solid بالطريقة دي، والروف برضو بطريقة مشابهة بندوس roof، roof by face، وبعد كده نختار الروف يناسبنا ونعمل لهم select create roof. تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.
مع السلامة.